السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات السفر لالمانيا. وفي الفيديوهات دي كل اللي بحاول اعمله ان انا برد على الاسئله بتاعتكم في فيديوهات زي الفيديو اللي انتم شايفينه ده. وفيديو النهارده ان شاء الله هتكلم عن اهم البرامج اللي هتحتاجوها لما تسافروا المانيا ان شاء الله، منهم برامج ليها علاقه بالمواصلات، منهم برامج ليها علاقه بالحوالات الماليه، وبرامج اللي هتساعدكم عشان تلاقوا سكن في المانيا، وبرامج تانية مهمه كتير. فاللي عايز يستفيد يتفرج على الفيديو لحد الاخر. بس علشان ما اخدش وقتكم كتير، يلا بينا نبدا بالفيديو بعد الانترو. اهلا بكم مره ثانيه. هنبدا الاول بالبرامج اللي ليها علاقه بالمواصلات، واهم برنامج هنتكلم عليه هو برنامج بي بي نافيجيتور. ميزه البرنامج دوت ان احنا نقدر نعرف منه الوصلات، سواء باصات، قطارات او حتى مترو، علشان نعرف نروح من مكان للتاني في المانيا كلها. وحتى لو طلعنا بره المانيا ورحنا بلد تانية في اوروبا، فنقدر برضو عن طريق البرنامج دوت نعرف الوصلات وايه الموقع اللي نقدر نحجز منه. بره المانيا ما بنقدرش نحجز من دي بي نافيجيتور نفسه، ولكن البرنامج هيساعدنا نعرف ايه البرنامج التاني او الموقع اللي احنا نحجز منه التذكره. وزي ما انتم عارفين او لو مش عارفين، فانا بقول لكم ان المانيا متقسمه لولايات، كل ولايه ليها قوانينها الخاصه وليها نظامها الخاص. نفس الكلام ده برضو موجود في القطارات. عن طريق برنامج دي بي نافيجيتور نقدر نحجز اي قطار او اي باص في اي ولايه موجوده في المانيا، ولكن في برامج برضو بتكون خاصه لكل ولاية. البرامج اللي بتكون خاصه اكتر للولايات بتكون ادق اكتر من برنامج دي بي نافيجيتور. يعني مثلا لو في قطار اتاخر او حاجه، لو في تاخير برضو بيظهر على دي بي نافيجيتور، ولكن بيكون ادق اكتر على البرامج اللي خاصه بالولايات. ولكن عن نفسي شايف برنامج دي بي نافيجيتور يكفي. نسيبنا من برنامج دي بي نافيجيتور خلاص. تاني برنامج مهم جدا هو جوجل مابس، وجوجل مابس شايفه مفيد في كل البلدان مش بس في المانيا، كمان استخدمته لما كنت في تركيا، وشايفه برنامج ممتاز جدا عشان نعرف الطريق مش بس كمان للقطارات والباصات ووسائل المواصلات العامه، ولكن كمان لو عايزين نعرف طريق للعجل او طريق للمشي. وغير كده فلسبب ما مش عارفه، دي بي نافيجيتور بيتعامل معانا ان احنا مكسحين. يعني مثلا لو عايز اروح من مكان للبيت مثلا، وجنب البيت في محطه ولكن مفيش باص هيوصلني للمحطه ديت، ولكن في باص هيوصلني لمحطه تبعد عن البيت ربع ساعه مشي مثلا، دي بي نافيجيتور مش هيقول لي عليه، وهيقول لي ان خلاص مفيش باص يوصلك للبيت. اما جوجل مابس ميزته انه بيبلغنا ان في مثلا محطه تبعد عن البيت بربع ساعه، تقدر تاخد باص يوصلك للمحطه دي، وبعدين من المحطه دي تقدر تمشي لحد البيت. فدي من المميزات الحلوه جدا اللي موجوده في جوجل مابس مش موجوده في دي بي نافيجيتور. طبعا برنامج جوجل مابس ما بنقدرش نحجز عليه تذاكر. في كمان عندنا في برنامج فليكس باص، وبرنامج فليكس باص هو مسؤول عن الباصات، ولكن كمان في قطارات فليكس باص موجوده في المانيا. ميزه فليكس باص ان معظم الوقت بتكون التذاكر بتاعته ارخص من القطارات في المانيا، وساعات بتكون السفريه عن طريق فليكس باص بيكون مثلا باص مباشر من المدينه اللي انا هسافر منها للمدينه اللي عايز اوصل لها. ولو شفت نفس الرحله ديت عن طريق برنامج دي بي نافيجيتور، يعني لو عايز مثلا اركب قطار، ساعات بتحتاج الرحله ديت قطارين او ثلاثه. فهنا كمان بتكون في ميزه ان انا اركب مواصله واحده مباشر للمدينه اللي انا عايز اروحها. فبرضه شايف برنامج فليكس باص من البرامج المهمه جدا. اخر برنامج مهم هنتكلم عليه في المواصلات هو برنامج فري ناو، وبرنامج فري ناو دوت للتكاسي زيه زي برنامج اوبر مثلا. بنطلب منه تاكسي، وكمان بنقدر ندمج معاه الحساب البنكي بتاعنا، بحيث ان في اخر الرحله الفلوس بتتسحب على طول من الحساب، مش بنحتاج ان احنا نتعامل بالكاش. خلصنا من برامج المواصلات، نيجي دلوقتي لتاني مجموعه مهمه، وهي البرامج اللي ليها علاقه الحوالات البنكية. معظم اللي جاي ألمانيا غالبا هيكون أصلا فاتح حساب بنكي مغلق في ألمانيا، فطبعا مهم جدا إن احنا ننزل برنامج اللي له علاقة بالبنك اللي احنا فتحنا عليه الحساب البنكي المغلق. ولكن الحوالات عن طريق البنوك الألمانية بتكون بطيئة. يعني مثلا لو حبينا نطلب حاجة أونلاين، ممكن الحوالة عشان نشتري الحاجة تاخد لها يومين لثلاث أيام على البنك الألماني. يعني عشان الفلوس تطلع من الحساب وتوصل للمكان اللي احنا اشترينا منه، ممكن تاخد لها يومين أو ثلاثة علشان توصل للمحل اللي احنا اشترينا منه، فده طبعا بيأخر الطلبية. فده بيستدعي ساعات إن احنا نطلع كريدت كارد من البنك، أو نتعامل مع بنوك تانية بتتفتح اونلاين. وانا بنصح اكتر بالبنوك الاونلاين لان بيكون ليها مميزات تانية. وده اللي هيجبنا للبرنامج الاول اللي هنتكلم عليه، وهو برنامج ريفولوت. فتح حساب على البنوك الاونلاين بيكون سهل عامه. طبعا من المميزات ان الحوالات عن طريق البنوك الاونلاين بتكون اسرع، اللي هو في دولنا الصراحه بيكون طبيعي الحواله ممكن تاخد لها دقيقه او دقيقتين. كمان في ميزه على بنك ريفولوت وبرده موجوده تقريبا على البنوك الاونلاين التانية، وهي ان احنا لو سافرنا بلد تانية في اوروبا ولو كانت العمله مختلفه بنقدر ندفع على طول من غير ما نعمل اي تحويلات. طبعا العمله في المانيا اليورو، فمثلا لو رحنا سويسرا او مثلا رحنا النرويج العملات مختلفه، ولكن نقدر ندفع على طول بكارت بنك ريفولوت. والجميل هنا ان الحوالات من عمله للتانيه ما بياخدش مبلغ كبير، المبلغ بيكون اقل جدا من البنوك. اللي حابب يفتح حساب على بنك ريفولوت هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت الفيديو، تقدروا تروحوا وتفتحوا على حساب. تاني برنامج مشهور برضو هو برنامج باي بال. انا ما عنديش حساب باي بال وما بستخدمهوش، ولكن هو مشهور في المانيا وفي ناس كثيره جدا بتستخدمه. نيجي دلوقتي لتالت مجموعه برامج مهمين،
وهي برامج الترجمة. طبعا ألمانيا معروفة إنها من الدول المعتزة بلغتها، ومشهور فيها إن حتى لو الناس بيعرفوا يتكلموا إنجليزي ساعات ما بيحبوش يتكلموا إنجليزي. وحتى نسيبنا من الناس، التعاملات الحكومية كلها بتكون بالألماني، بمعنى إن كل رسائل البريد اللي بتوصل لنا على البيت بتكون بالألماني. وأنا حتى لو بعرف أتكلم ألماني، علشان ما بحبش أخاطر وأعتمد على اللغة الألمانية بتاعتي، فبحتاج أستخدم برامج الترجمة. أهم برنامج عندنا هو مشهور برنامج جوجل ترانسليت. أنا عن نفسي من ساعة ما جيت ألمانيا ما احتجتش أنزل برنامج ترجمة غيره، ولكن في برنامج أدق منه شوية ولكن الترجمة فيه من الإنجليزي الألماني، البرنامج اسمه ليو. الترجمة فيه بتكون أفضل من الإنجليزي الألماني والعكس. حبيت بس أذكره لو حد فيكم حابب ينزله. خلصنا من مجموعة برامج الترجمة، نيجي دلوقتي لمجموعة برامج الأكل والشرب، ونيجي دلوقتي لبرنامج مهم جدا وهو برنامج حلال زلال. البرنامج ده اتكلمت عليه قبل كده لما نزلت لكم فيديو عن التسوق في ألمانيا، ومن اسم البرنامج، البرنامج ده بيساعدنا علشان نعرف المنتجات حلال ولا لا. بكل بساطة بناخد المنتج، بنشوف الباركود بتاعه، بنصوره على الموبايل، والبرنامج ده بيقول لنا إذا المنتج فيه أي مكونات حرام ولا لا، وكمان بيبلغنا إذا المنتج فيه فراخ أو لا، بحيث إن الناس اللي هي شايفة إن ممكن حلال ياكلوا فراخ في أوروبا يقدروا ياكلوا، والناس اللي شايفه ان الفراخ مش حلال في اوروبا يقدروا يتجنبوا الموضوع ده. وساعات لما بنصور منتج وما بيكونش موجود على البرنامج، بنقدر ان احنا نصور المكونات اللي موجوده على المنتج وننزلها على البرنامج، بحيث ان البرنامج يقدر يضيف المنتج دوت عندهم. بصراحه برنامج مفيد جدا ومهم جدا. ايه كمان برنامج موجود؟ ففي برنامج ليفاغاندو، وده برنامج الماني بيكون عليه المطاعم والكافيهات علشان لو عايزين نطلب دليفري. الجميل برضو في البرنامج ان في فلتر حلال، بحيث ان احنا نقدر نختار المطاعم اللي بتبيع اكل حلال. هو ده اشهر برنامج اعرفه في المانيا موجود علشان نطلب منه دليفري، فبرضو برنامج مهم. نيجي يا جماعة لآخر برنامجين مهمين جدا عشان نقفل بيهم الفيديو. البرنامج الأول برنامج إيباي كلاين أن سايجن، وده برنامج زي برنامج إيباي ولكنها تعتبر نسخة عشوائية كده شوية منه. البرنامج ده تقدروا تلاقوا عليه الحاجات الجديدة وحاجات مستعملة. بنقدر نستخدم البرنامج دوت لو عايزين نشتري حاجة أو كمان لو عايزين نبيع. والمفيد والجميل في البرنامج دوت إن هتلاقوا عليه طلبة كتير جدا، فبيكونوا عايزين يبيعوا العفش بتاعهم. بتقدروا تلاقوا عليه عفش في حالة كويسة جدا وبتكون الأسعار حلوة. هو بتقدروا تلاقوا عليه أي حاجة، ولكن حبيت أركز على موضوع العفش لأنه فعلا مفيد في الموضوع ده. نيجي يا جماعة لآخر برنامج مهم جدا وهو برنامج فيجي جيزوخت. كنت اتكلمت عن البرنامج دوت قبل كده في فيديو إزاي نلاقي سكن في ألمانيا. اللي حابب يعرف أكتر عن إزاي نلاقي سكن في ألمانيا ويعرف تفاصيل أكتر، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو للي حابب يعرف أكتر. ولكن هنا أديكم نبذة صغيرة عن البرنامج، فهو أهم برنامج شايفه في ألمانيا نقدر نلاقي عليه سكن. والجميل يا جماعة في البرنامج إن أي حد بيعرف يعرض عليه سكن، بمعنى إن مش بس هتلاقوا عليه سكن اللي هو طويل المدى اللي هو مثلا 6 شهور لسنة، كمان هتلاقوا عليه أمثلة مثلا لحد عايز يسيب السكن لمدة شهر أو شهرين. العيب في السكن اللي بيكون من النوع دوت إن احنا ما بنقدرش نعمل عليه عقد. العقد ده طبعا بنحتاجه عشان نكمل ورقياتنا في ألمانيا، زي مثلا نفتح حساب بنكي أو نكمل تسجيل حتى في الجامعة. ولكن السكن اللي من النوع ده بيكون مفيد جدا للناس اللي لسه جاية جديد ولسه بيدور على سكن ومش لاقيين، فبدل بنحجز في فندق بسعر عالي نقدر نقعد في سكن من النوع دوت اللي هو لمدة شهر أو شهرين لحد ما إن شاء الله نلاقي سكن تاني. بس وكده نكون خلصنا كلامنا النهاردة عن البرامج المهمة في ألمانيا. أتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، أو ممكن يكلمنا على الانستجرام أو الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن تحت الفيديو برضو. وأشوفكم يا جماعة إن شاء الله في فيديو تاني.